انت اداء الاهلي في بطوله افريقيا كان الافضل ولا اداء الزمالك على مدار البطوله ولا في المباراه؟ في المباراه. هقول لحضرتك في المباراه الاهلي دخل ال 20 دقيقه الاولانيين. هو سؤال ورد غلط عشان الراجل يكمل. ما انا هقول لك الافضل. الافضل الاهلي في ال 20 دقيقه بتوع الشوط الاول اللي احرز فيهم الهدف كان افضل. بعد كده الاهلي كان يعني بمنتهى الصراحه عايز يحافظ يعني كيف على الهدف يعني 20 دقيقه للاهلي و70 دقيقه للزمالك. يعني الزمالك كان الاول في الشوط الاول. طيب 20 و25 الشوط برضه الشوط الاول يبقى الزمالك كسبان. الشوط الثاني الاهلي يعني بعد هدف شيكابالا في الشوط الاول الزمالك تسيد تماما المباراه، لكن مع بدايه الشوط الثاني وتحديدا بقى الفرصه بتاعت حسين الشحات والاهلي تخلص من الضغوط بتاع الحفاظ على الهدف كانت المباراه سجال. دي وجهه نظر يعني. وجهه نظر تحترم، لكن انا شايف ان الزمالك الاهلي كسب والنهايه المحصله النهائيه ان النتيجه الاهلي كسب البطوله، لكن الزمالك وحتى جمهور الاهلي اغلبه بيقول الزمالك كان افضل في هذه المباراه. كمل يا استاذ. طب الفتره اللي فاتت طبعا الدكتور محمد عون راجل خلوق وحتى رغم ان اخلاقه عاليه مش عايز يعترف ان الزمالك كان افضل، وبيقول لك الفتره اللي فاتت دي كلها ده في ثلاث انتصارات حققهم الزمالك ودي عمرها ما حصلت في تاريخ الزمالك متتاليه في السوبر وفي الدوري وفي السوبر الافريقي. صحيح. يعني 3-1 كان رقم 3-1 ده بقى حكر على مباراه الاهلي والزمالك. علامه مميزه. يعني بقت علامه مميزه 3-1 3-1. لا طبعا انا مش بستفزك بس انا بقول ارقام. السوبر قدام الاهلي. لا السوبر المصري اللي بضربات الترجيح. لا لا السوبر المصري. السوبر المصري. كانت بضربات ترجيح والاهلي كان كويس جدا في المباراه دي. فعلا كان في المباراه دي يعني انا مسكت كام مباراه الترجي التونسي 3-1 الاهلي في الدوري 3-1 الاهلي في كده مشي 3-1 فجأة الزمالك هو الاهلي اتغلب ماتشين مش ثلاثه. الاهلي اتغلب بضربات الجزاء وهي سهل الاهلي يتغلب ماتشين ورا بعض. لا بس الماتش الثاني هو يقصد انه كان ماتش 3-1 وماتش ضربات جزاء. كلام جميل. هو ضربات الماتش كان الدوري محسوم. هي حضرتك يا دكتور يا حضرتك ضربات ترجيح ما تتحسبش مكسب؟ لا تتحسب طبعا. ده معظم ماتشاتكم معانا كانت بضربات ترجيح. لا بس الاهلي في المباراه الزمالك مسك الاهلي غسله في ماتش. أنا معاك. وفي الاخر ضربتين احمد سمير بتاع الجيش ضيع والاخ الافريقي اللي مشي ده بتاعنا كوفي حتى شفنا منظر التعليق بتاع رئيس النادي وراه السوبر المصري برضه. ما دي لا لا انا لا انا بتكلم على اداء الاهلي في دائماً المباراه دائماً الاهلي ما كانش سيء في دائما وابدا دائما جماهير الاهلي رغم احترامها وكلهم والله العظيم بكن لهم كل احترام وتقدير لما الزمالك يحقق حاجه يقزموا منها ويقللها. لا 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 الكاس يقول لك ده مش عندنا مش لا لا مش بطولات. لا 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 انا هاخدك واروح لضربات الجزاء الترجيحيه تكسب بيها تبقى بطوله احنا لا مش لا انا ما قلتش انها مش بطوله انا بتكلم على حته الاداء يا استاذ حسن.